بعد تجربتي في التربية الإعلامية قدرت أني أنقل فكر كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة أحسن، خصوصاً أن إحنا هاي الأيام نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بأريحية تامة، إلا أنها هي مش خصوصية تامة 100%، خصوصية مراقبة فينا نقول نسميها. هي التكنولوجيا سلاح ذو حدين، إذا عرفنا نتعامل معها إحنا استخدام بشكل إيجابي، وإذا أخطأنا الاستخدام معها هيك خرب الموضوع كله. الأثر العظيم اللي كونته التربية الإعلامية بالأساس هو على شخصيات الطلاب، يعني فكرة إنه امتلاك مهارات زي التفكير الناقد، حل المشكلات، التفكير الإبداعي، التعامل مع المحيط. المفضل يكون إشي ضمن منهاج الدراسة عشان كل الطلاب يعرفوا يتعاملوا مع التنمر والابتزاز الإلكتروني. موضوع إدماج مفاهيم التربية الإعلامية في المناهج مسار مهم وأساسي وضروري، يتعلق باكتساب ابنائنا وبناتنا لمهارات ومعارف مرتبطه في التربيه الاعلاميه، وايضا توظيفها في مواجهه ما يتعرضون له من محتوى اعلامي رقمي. كان يوم شيق من النقاشات، وتوصلنا لتوصيات جدا مهمه راح نرفعها كيونسكو وكمؤسسات شريكه في تحالف التربيه الاعلاميه والمعلوماتيه للوزارات المسؤوله. وأهم هاي التوصيات هو العمل على استراتيجية وطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وكمان توصية مهمة وهو تضمين منهاج فلسطيني في الجامعات وفي المدارس.